بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان واكي لحدني اللبات كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم عن كسوة الري باب الرجاء. باب الرجاء إلهي فضلك سين حريص سبلاران يا سيدي اللغة فإذن لها يدون لتلا سهرنا ينين بسوس عتي. وعن عتبان ابن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو عتبان ممن شهد بدرا، ذاتك بدر كقيب قليب كتر سنيهي أما كمديهي. قال صحابي عتبان بن مالك الأنصاري وحويري: كنت أصلي لقومي طلقيبا تكنشري، كنت أصلي لقومي تلقي بان تكنجر امام بو اها تلقي بني سالم ري بني سالم اها ويسكا ري بني سالم ايو امام او اها. وكان يحول بيني وبينهم ري بني سالم يعني وحا نكلا تيدي جيرو ونكلا دحمري جيرو واد تق اما وادي واتقانا في صومالي وادي بوالا يرادا تق نوالا يرادا لاق نوالا لاق نوالا شيغي لغن رنودستان ايو واما لغا يدهدا انا ولكن ان لم مدا نقن لاق لا يدهد. وكان يحول وحاتيدي جيرونا كا دخل جيري بيني اني يو بينهم بين قومي واد تقبا نكا دحتيدي جيري اذا جاءت الامطار عركو مركو روبيو روبك يمادو روبك مك يمادان توغا روغيو بيي كينيا دبيها مركو كينا اودي وايلو اها ولي با اندهيسو خوو اندها كا شيغانايو اندهيسو ارغيسو يراداي مركم موسى قد بشرين وادي جاس فيشق علي وحايقو أتكان شري فيشق علي وحايدي بشري اجتيازه وادي جاين عن طلابه أن قد به قبل مسجدهم حق مسجد كنا نقد به أي جهة مسجدهم حق مسجد كنا نقد به نقول أن تان كطلا كدقاق أن تققوي أن مسجد كربني سالم تقو أن تجيو أيا إدي بشرتي. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كله بنو إمد فقلت له حنكوري إني أنا نبي الله أنكرت وان قنصلي بصري أرجي أن قنصلي بمعنى أرجي أم بجهايو سيد هران أو حوار كتير أو ما أركو عنده بإجاب شيء أرجي ما في عنا أشماءها حل وإسارين هاي أنكرت بصري أرجي أن قنصلي حجو وإن الوادي تجونه الذي بيني وبين قومي أن يطلق النور دحينا يسيل ورغا إذا جاءت الأمطار مرك الرك يماده وبيا كان وبيا يا قلقلة فيشق علي وحيد بيد الشيد اجتيازه تلابد يسيل قنت سائق أتكان مرك الرك يماده وبيا سو بيا كان ورغا حقا نعني ده دو دو كاهاي أما ده بأن كاهاي وحيد أتكان إن تلابون ذاتك تجيه فوددت وحانش على النبي الله حوشك السحابي وحوشك تي اللي بعدور درع العلوس كو أرقي سينو صن أشاء هاي ننكا عندها في عينينا جماعة واجب كماها إن دولها فرض عن جماعة واجب كماها وحوكالو شك تي روب كواسنا وعدور دار جماعة وجوب كيدر ده انت بواسكوك هيتمد بول. فوددت وحانش على ذا أنك أدوغو تأتي إنا الإيتماد قرقي آتماد فتصلي في بيتي قرقي قاد كغد تكتو مكانا قوب أتخذو أن كيش مصلا ميلا كنت تكتو نبي الله إنت إصابو قطو قرقي قاد ميلا إنت إستكتين كنت تكتو أنا ونا ميشا أن بركيستو أن صلي قاد دكتو أن كنت تكتو أن هو ميشو نبي قد تكتو أي أن ربا وأمر كان جماعة قاري وايو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله سأفعل وإيال هيا وإيال هيا وإيال دونا في رواية البخاري سأفعل إن شاء الله سأفعل إن شاء الله هدي ألا يدا هذا وصمين دونا. فغدا رسول الله رسول الله بأسوك اللهي مالك النبي قاي وضح الليل مالك كحك تأيو نبي كاللهي وأبو بكر يا أبو بكر باك اللهي وعمر رواية مسلم يا أحمد با. فغدا رسول الله وأبو بكر وعمر صحابي اللبدي صحابي وزير رأها نبي قلبيس قرب قرب كمديقي كبديح يصوبني بأرقاقي صحابة كان لوار راعين بعدما اشتد النهار انت مالك كولاضي برق كولول اشتد النهار
xilli aroorho nabigu ma jarmaaday, xilli lasoo toosay oo nin walba dantiisa qabsaday, duhurna aan la gaarin oo barqin kulul ah ayuu nabigu aaday reer bani saalim. bacdama ishtada annahaaru, intii maalinku daraaday, bimacnaa qoraxdu kululaatay, barqin kulula la gaaray, wastana rasuulullah, rasuulka ilaahay markuu guriga yimi, iidan weydiistay ma soo galaa? faadintu lahu waa u fasaxay, nabaa low soo gal. isagoo horaanba nabigu uu yidhi laga codsay inuu yimaado, nabiguna waan imaanayaa yidhi, yaa haddana markuu gurigii tagay buu haddana idan cusub weydiisanaya. aadaabtu waa sidaa. haddii shalaynu ballannaye, maxaan idan kaa weydiisan dalaq maa hawshu, shalaan ballannaye guri waan dhex fadhiya hawshu maaha, wax badan baa isbedeli kara. falam yajlis, nabigu ma fadhiisanin, xataa qaala, ilaa uu yidhi, ayna xaggeebaa tuxibu jeceeshay an usallii, inaan tukado, min beytika, gurigaada aan kaga tukado. goobta aad jeceeshay inaan ku tukado waa halkee? ilan odaygu meel buu diyaarsaday uu rabaa caruurta iyo haweenka ka yar babcan oo u gooniya in loogu tukado, meeshii buu nabigu weydiiyey. fa ashartu lahu, nabigu waxaan ugu farfiiqay, ila almakaani, goobtii, alladii, makaankaas oo uxibu, aan jeclaa, an yusalliya fii, inuu ku tukado. meeshii aan jeclaa nabigu inuu ku tukado ayaa nabalo halkaasaan rabaaye, koobtaa iigu tuko. faqaama rasuulullahi, rasuulka ilaahi baa istaagay, fakabbara, salaadii buu xidhay, wasafafna, anaguna waan safannay oo waan laingaroonay, waraahu, gadaashiisa, fasallaa, ragcaatayni, laba ragcadood buu nabigu tukaday, uma sallama, waa salaamo naqsaday, wasallamna, anaguna salaadii baanu ka baxnay, nabigaanu dabagalay, xiina sallama, markuu nabigu salaamo naqsaday baa anaguna salaadii ka baxnay. idan faxabastu, nabigaan xanibay, nabigu markuu hawshaa dhameeyey baa inuu iska kacuu damcay, intaa markuu qabtay oo reerkii salaamay inuu iska tago damcay. faxabastu, nabigaan xanibay, oo nabi allow ii joog baadhe fadhiiso, ha kicin joog, ansaar waad soo booqatay reer bani saalim, warkaa isgaadhsiin, ha lagu yimaado, aniguna xoogow shaah baan kugu karinahay, nabi allow ha dhaqaaqi. faxabastu, nabigu waxaan u xanibay, u hakiyey, calaa khasiiratin, quud culimeed, tusnacu lahu, loo samaynayo khasiiradu, quud culimeed baa la iska dhiijiyay, hariisada iyo khasiirada iyo waxaa wa khariisada iyo cafwan, waa khasiirada, waa quud culimeed baana la odhan jiray. waa maxay? hilib baa si yaryar loo jarjaraya, digsi baa la saaro lagu shubi, biyo badanna waa laga buuxin, aad baa loo karkarin, sida loo shidahayo markuu hilibkaas uu noqdo fara kucun uu noqdo oo faraha uu kala raacahayo oo si fiican u bislaado ayaa buda lagu darahayaa, misaga buda ah ayaa lagu shubi, hilibkii budadii baa laisku majiirahayaa. mushaariic cajab qabta oo nin qaali un lasiyaa ka soo bixi meesha, idinku ma taqaanaane? quud culimeed baa la odhan jiray, galbeedka waa laga sameeyey, waana harar joogay qolyaha riinta ayaa xilliga ramadaanka noo karin jiray, waan jeclayn annagoo xer ah oo meel macda ku xaariisa oo gaajana baabi'isay. marka baashaas sadaa weey, inagoo hilibkana gooni baan waxaynaa, mushaarii la garan waaye, boorajna gooni baan waxaysannaa. hilibkaa marka hore dabka la saari, biyo badan baa lagu saari, aad baa loo bislayd, marka irbaha saa loogu wareejiyaba ama loogu majiro uu kala raacahay yaa lagu dari budo si fiican, misaga fiican laga soo saaray, kadibna subag baa lagu dari ama xaydh baa lagu dari ama markaas dhuux baa lagu dari, wuxuun dufan oo wanaagsan baa lagu dari. intaasaa la isku qoofalayaa, hilib iyo subag iyo mushaari israaci wey oo isku meel ah, aabbahan baad siini, cid kale u qoorimaysid. tii bay nabigu ansaari u xabiseen. faxabastu, nabigu hadday marka hadday mushaaridu kerigee tahay oo hilib la soconin, casiida la yidhahda af carbeedka, casiida la yidhahdaa, casiida oo bisaad ah, haddii hilibku la socdona waa khasiirada haddaad arkaysaan. mararka qaarkoodna hariisaa le kutubta fiqigana hariisaa la yidhahdaa. faxabastu, nabigu waxaan u xaniibeen u hakiyay, calaa khasiiratin, quud culimeed, waa mushaari wanaagsan, almihim inaad isfahanaan fara, boorj wanaagsan si fiican loo habeeyo, tusnacu lahu, nabiga loo samaynayo calayhi salaatu wasalaam. fa samica ahlu daar, ahlu lmaxilla, daartan waa maxay? waa xaafadii, xaafadii uu deganaa saxaabiga Cutbaan bin Maaliga ayaa hadda daarta laga wadaa, ma aha gurigiisi keliya, waa xaafadii oo dhan wey, maxillana waa la yidhahdaa. waxay maqleen anna rasuulullah sal alay slam fii beyti, nebi maxamed inuu gurigayga dhex fadhiyo oo isoo booqday yaa gaadhay. fathaaba rijaalu minhum, fathaaba waxaa soo noqday rijaalun, rag oo minhum, min bani salima ka mid a, aw min bani ahli daar, ama dadkii xaafad deganaa ka mid a, ayaa soo noqday ama kulmay. thaabadu marna rajaca la yidhahdaa, marna ijtamaca, macnaha hadda ku fiicanna waa kulankii,
وحاكلمي وسويمد وصو الريو فثاب رجال منهم رك ريب بني سالم كميدة عفوا أما ذاتك حافظة كميدة أيا سويمد وقرري حتى كثر الرجال رقوا إلى يبتين في البيت قرقي وقرقوا يكبح حسامين وليبا قرقوا وقادوا هاي قرقوا باقادوا هاي فقال رجل النبا وحيدي رقي كميدة النبي صوب وقضي ما فعل مالك مالك بن دخشن صحاب الأورنج روي مالك بن دخشن ابن دخيش النوال إلى هذا مالك بن دخشن ابن دخيش الأنصاري ويان وصحابي أهل الصير أيكو إجماعين أنه يهي من أهل بدر لم يختلف أهل الصير والمغازي أنهم من أهل بدر مالك بن دخشن يوم بدر رقد على لمي وعذرها دقي وليب وانك سواق بتجع أنت كسوة دقي سويل بن عمرو القرشي سويل بن عمرو نينك سواق محبوسة كيني وهي أصيغي صحابي مع ابن عدي لورنتيري رقو النبي قدر مسو درا إنه يسود مياه ويجبان نقي مبضم بوها وبدري أو أدي أدوان أكسن لكن حيو رقن لقون صدي أي رقا قاركي كوهاي مركوا رقبا اسكال الله دين دون عاوض أركيسا فقال وحول الرجل نن كمد الرقي يمد بوحول ما فعل مالك من دخش أو من دخيش لا أراه ما أركيه ساس إيش أمريي نبي محمد بافردية حافظ دي ذاتك يتشوغر دنبا وركي مغل رقو دنبا إسو يمد إيش أمريي وذي وين باماشي لقال عيهاي مرقى وحيدهين وحو مغيهاي ومنافق نمديسي فقال رجل ننك لا وحيي لمحاد كاكر هذين ذلك منافق ننك هو منافق أفك مسلم هي وركا قال ويجيري لا يحب الله ورسوله الله يرسول كي سمج على محايل هذا وتعلي هاي قوبت النبي قال لقوم ما موسى يا موسى كم قنادين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال وحيلي لا تقول ذلك سهرين كاكدا كاكدا ومنافق الله يرسول كي سانج علين كدا ألا تراهم موادا أشيد قال إنه يجيري لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى لا إله إلا الله إنه يجيري يبتغي أسوه كدون يكر هذيني بذلك التوحيد كالشهادة وجه الله إلهي درتي وجه قيسة تعالى كرهي واكو سيدي سيمنافق نغن كرا فقال نبي فقال وحول ننك سيدا يلي ضوض ولوتا الله ورسول أعلم ألي رسول كسا نغوك ننك أشهادة مبين بيكتاي مسرد بيكتاي ألي رسول بان نغوك أما نحن لكن أنغو إيش أن الله حركت النبي الله كور رمي الناي فوالله الله أنكو دار الناي فوالله الله أنكو دار ما نرى ما أرق نيدا وده كالقع الذيسو يا ولا حديث الشيك ذيسي من قعيسو إلا يا المنافقين منافقين تحقوا بواهات تذكو جعلي يا صاحب وكدكتو يذكو الله فريستو وشيكيو أما الله شيكيستو وهم منافقين تذكو لتو إنساناوي وطيور على أشكالها تقع من خفي علينا سريرته لم تخف علينا ألفته وركز سلف قرنجرين نينك فريسة وحا كتر أنه قران وينه أما إنك قرصونته وحا إنك قرصوه من هي لسعود كيسة تدكو كتشيل كي هاي كتشات كي هاي ولا داقصده لا شعبه لا فريسته لا سعوده كحان قرصده هذا بعضوك مكاد برشادة لحشوكته نماذا ولغا عرق حمان أذن كوارك ونغنا أذن كوارك وحيدين دحي أوسن شيرين بعض قوانك قادن ملبك هو قرنياي لماذا قل يا أتقانه لفته ذي لدو ذبا أي الله سعدا لماذا أتقانه وحيهين يوحي بحشان يوحي قدان يوحي قلان وملك هو قرن بك الله قياي هذا أصدقنا هي كوان بك بابيا مركز حلو حيدنا بقى الله ونين كان عدوا الله سعودي عدوا كو تشيل كدكتي يدك تشعدت كاسوي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري فان الله قد حرم اله كم ممنوعي اله وكر وديده وكحرم على النار النار انه انت من قال لا اله الا الله انك توحيد سدا يبتغي اسو كدون بذلك توحيد كاسي وجه الله الا درتي متفق عليه وفي روايه دعوا لاصحابي وحوري ايد يا اصحاب تيدا كل إحدى كترك التاني وران له من وحبها كل سنة دعوا لي أصحابي رواية فربنا حديث أولي هاي ميشا هوري
ما فعل مالك لا أراه مركو الصحابي يقول رواية وحي لذا ألا ترونه إنه النبي يقول وكدفاع صحابة كالي مركين رواية أنا كتك النبي مركو تكدي صلاة وكبر ركعتين كاهيد رقنا أي صوبة تين بو صلاة وضحو استاقي صلاة وضح مالين كتكدي صلاة برقين نبي صلاة كتشرة أيا الله بالله بنين كان إن لقاها لمالك من دخشنا أدبلوا إن بيد ما أركون ولا وري ولو حيدا وكهف المنافقين ومن لجأهم وبجدك المنافقون تقلم يمشي أم عين صدام ما كي قع قع علي قرب بهذا وحلو من ريبين نبي عمر كاسي صلاة بكتيرة مركو كبحي يسيو ودين أدبل إن كاس له الجادي و ولا رات قاضي مركاسو نبي مكث نبي المحل ذي أليس ممن شهد بدرا أليس قد شهد بدرا لا بحديث وحديث أبي هريرة هي حديث الحارث الأنصاري باكوي من النبي يريد نين كان الليذ ومنافق ميوصنا هين صحابي بدر كده قال لهم نبي الله هابا يده حول وركة شوشية لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم نينك هادو بدر يا هاي وحنا بنقول النفاق ما بقى صح يبا ريب بدر منافقين ما بنقون كرار ورك الله شيء مسلمهم جدا نبحر عليه سمي من شهد بدرا نفاق ومنافق أفك مسلم أورك قال يا ريب بدر اسمك قشوف نينك ريب بدر وكتل علي هاي وربط الله باكود عضي كورونا فيروس بلغت الله علي وآه هي نفاق كورونا فيروس أو النفاق بالغت الله كورونا ما هو فيروس نفاق وكتل لنا يوم على قت الله لي بدر باكت اللهش نين ريب بدري ولقينا مجالو بين نفاقنا كم أدعين لا يصح الكفر عن أهل بدرين لا سعد هذا ومعصومون من الكفر ويجي مم غشين أوش من زوجاد هذا وهذا نبي الله عليه الصلاة والسلام يا أنبياء معصومين ويا جملة وتفصيلا أما أهل بدر ومعصومون من الكفر والشرك الأكبر والنفاق لماذا شرع الله وحاكيم دنبه شرك يا كفر إن الله دافين إلا بتوبة نبي روحي لإلهي اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ريب بدر الدم بيقولوا دم بالا دافاي مالك اي بدر كقيب قليل الى ان والبو وكدمن الى قيام الساعه دم بيقولوا مغفور اذا دم بيقولوا دافاي كوي بدون توبه لو دافاي واخا كفر الشرك اهي هذا هذا النبي ريب بدر دم بيقولوا والا دافا وا عافيس وحول بوي سميان إلهي وأورد آفيا معنى ذواء محاي ريب بدر شرك يكفر كما أصح لماذا قرآن كاشيغي ومضروا يكو يجمع ذي كفر أكبر كا إن لا دافين بدون توبة لأن لا دافين حق النصوبان وحوكو يري ريب بدر وحول بوي سميان وأورد دافي معنى ذواء محاي هذا يكفر كدعو لو ما دافين توبة لغا ربي لهاي معنى ذو حاوي كفر با كأسح ماي مانا كدعاي بدليل نبي وحور مكنك ومنافق لا يري وحور يري أليس قد شهد بدرا حنبي وقوت المامي ننك بدر كقيب قال منافق من غنكرو سيدنا عمر مكو حاطب إنه يبلطعو بدر إسكال لا تشي حنبي يقول يري إنه قد شهد بدرا نفاق يكفر قد شهد كما أسح كرو بل أنه بارنا هول كل عدور درب ويش كفر يهون ماشي كسورة قلين إذن جماعة من أهل العلم بعد طبعا إمام بامري قد يضع يضع ور أو حسن لتا غي أمه وحن كفر في الرسالة دي القول الصائب في شرح قصة حاطب كآخرية الكفر والنفاق لا يصح لا يصحان عنها لبدر ومن قبل لهم وليس لغيرهم تيبو النبي يكون دفاعي عليه الصلاة والسلام وحور ننك واريب بدر نفاقا أصيح ما يورك على الشيقة هذا بقى بقبل وامحاي إنو عذر دار لها أو كوا المنافقين سوحر قليني أو فرحانا كو يقبحيني أو أواني يا الله قيابا
inuu hilib xidhan yahay laga yaabaa, laakiin kufri cad muusan ku dhicin. Hadduu munaafiq yahay, mashud diraar muusan soo gubeen, mana dumiyeen, dagaalkii Badar kama qayb galeen, nin reer Badarna maba noqdo he, munaafiq waa ka tallaalan yahay. Ee nimankaani afcaal bay qiimeeyeen, waxayna ku duldhiseen malahoodii, malahii nabiga ka diiday, nusuusti baana ka diiday. macnahaasa meesha ku jira. ألا ترونه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله نبي أقرأي وحول النبي ننكا ميدين أجي إنو التوحيد سيدي ولب إلهي درتنا إكتا يا الله قيل كرا ننكا ننكا الأوران كرتوا كما هبل شهادوا الليمد إلهي درتي من أوليمد ما دي كرتين نبي محمد بهوش أودة أدوك ما أودت تدك ظاهر كاستك حكومي موييني قلبك تدك وحاكا والربي كرا رسول معصومة والله وحيودي marka hawshaasi waa halkaasay taasi ku dhamaatay culays badan ma sii laha riwaayad fara badan way ka doodeen waxay nabi allah uu yiri la ilaha illa allah uu yiri muhammadur rasuulullah billah wa ma huwa fi qalbihi lam yaqul dhalika illa mutaawidan narahu kahfa almunafiqina wa malja'ahum aad bi udud annamanki iska la laadiyo wadaadka laakin nabi waa ka diiday waxa yaala nas maqtu'a wa maxay annahu qad shahida badran دليل قطعي أن شكي أقبلين باجروا إنه ننكن بدر ياي بدر ياي ريب بدرنا كفر النفاق ما أصحو هذا وح والقوس شكتان وإن لا أوله أو تفسير كلام مريم مويني ور سوق كرجال نمو ننكن كما أصحاي إور إذا ور كذو حن نقضي ملا أن لقى فرصة نبرون يمنك إسكال لا شيء وذات كأسقى ننكن مخلص صادقة مؤمنة أيوها يحب الله ورسوله حديثك وحاكو جرى inay banaanta ninka mas'uulka ama qaadiga ama sultaanka ah markii meel lagu kulmo in lagu farfiiqi karo maxaa qulyaha al-fisqiga ah mooryaanta qulyaha dadka ummadda dhibaya loona madaxweynow waana soo booqatay laakiin baryahan ree hebel ama hebeeyey hebel dhibbay wadaan si looga hortago ida nabiga u sheegay in saxaabigan bay ku dacweeyeen ee uu ka baqahay inuu nafaqi balaayo ummaddu u soo hogaamiyo waxaa kaloo ku jira walaalkaada muslimka ah inaad adigu wax dhiba ku ogeyn meelaad fadhida haddii lagu cuno inaad yac ka jiraado war ilaahay ka cabsada war wadaadka iska daaya ma idinkaa ku arkay war ninkan soomahaya salaada haya tukan haya ashahaadan haya ee jamacada masjidka ni war ilaahay ka cabsada ilaa warku adigu uu kuu cadaado waa difaaci ila wanaagu baad ku ogtahay sida uu nabigu calayhi salaatu wasalaam idan sidaasaa lagaa rabaa sidaasaa lagaa rabaa laakiin hawsha la horboodo ma aha waxaa kaloo ku jira in هدين إن أهل كفضل أي صالح أي شيء نوراك حفظ صوبه دتك أهل محل هذا يحفظ هذا دجن إن يسوز يرتان ويمادان لفرستان لما موصل لكرامي سيد أنصارية لما كنا بقول يمد قرق عتبان من مالك ويمد كل ولا سوي مادين حتى أسوقه موسى يجري عتبان نبيكم بقول يرتاي لكن حفظ دبال لبحي إلى قرق قال ويبر سحابك ورجع قال كي بنان كفرستان بيسوي ماد محايا نبيكم وإلا ما موصل لكرامي oday mas'uul ama nin sheekh oo caalim ah ama nin mas'uul oo qiimo badan haduu reer soo booqdo oo loo soo bixi waayo muxuu sameeyay xuquuqad buu qaadi bahdil buu arkaya in la quurtan uu arkaya in la daraabi uu arkaya haduu bay markaa uu xanaaqo idan baabiyana way dhici kartaaba soo nimankii waagii iga saxday ma aha nimankii soo bixi waayay howlo badan baa dhici kara marka waa in la maamuso la karaameeyo ayaa meesha ku jirta idan hore adoo qabay marka dambe timaado guuriga inaad idan qaadatana waa aadaabta iyo akhlaaqdii islaamka weeye waxaa kaloo ku jira xukunka muhiimka hadda kor aynu ka hadalnay ahaa dadka axkaamtooda waxaan ku dhisaynaa he cala dhaahir dadka xukumkooda ama islaanima ah ama gaalnima ah waxaad ku dhisaysaa wixii kaaga muuqda kaliya baadinkooda iyo hoos waxaa jira laguma dirsanin in badanna waa idinku celceliyey إن أتفهمتان بان رباه ومسألة مهمة مسألة الأسماء والأحكام روح مقع وقاضني يحكمك الله ساري ومسألة مهمة هذا كوفر يسننا وحبضا باكا خلدا إيمانك هذا خطر قلي كرا إسلام 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 الآن بات كل من كرتا أيام هفوضي سنة وليقا ومسألة أهر الرئيسي أهل قبل أسكو خلافين نبي قول عليه الصلاة والسلام خلافك هو الرياء باللوضي ومسألة الأسماء والأحكام هبل مقع الله سين مقع الدينات بلغها الله مسلم منافق فاسق كافر
magac diineed oo ama dhaleecaysan ama ammaanan iyo xukumka ah dil iyo dayn janno iyo naar masalatul asma waxkaan baa la yidhahdaa dadku waa saddex qaybood baa idiin sheegay sumadle iyo sumadlaawe waa labadaas u kala jabin nin astaan iyo sumadle xooluhu xoolo sumadan oo ay astaan ku taal iyo xoolo aan sumadnayn soomaa dadkuna waa sidaa nimay sumada ku taal iyo niman sumadnayn wey ninka sumadu ku taalo waa labo inay sumad islaan ka muuqato oo calaamo islaan ka muuqato wuu salaadahayaa wuu soomahayaa wuu zakaynhayaa wuu xajirayaa waa towxiidsanaya qur-aanka buu akhrinaya astaan iyo calaamad islaam baa ka muuqata ninkaa sumadda islaan ay ka muuqato idan gaalnimo ku ogeyn adugu waxaa waajib kugu ah inaad tidhaahdo waa muslim islaannimo kuwa dhaqato la tukato ku tukato hadduu dhinto waad ku daba tukan waad ku tukan hadduu dhinto hadduuna le waad ku daba tukan gabadhiisaad guursan gowraciisaad cuni waa walaalkaa muslima fi dunya aakhara allay u taallaa ninkaasi waad garatay haddaad dhihi weydo asagoo astaan islaam ku taallo gaalnimana aadan ku ogeyn haddaad odhan weydo muslim waa muslim aad dhihi weydo xukumkaadu waa maxay adaan muslim ahayn maxaa lagu islaamaa waa laa shahata wuu shahaadanayaa wuu salaadahayaa waa aadaamahayaa wixii islaam lagu yaqaanaad ku aragtaa gaalnimana kuma ogid maxaa waajib kugu ah inaad tidhaahdo waa muslim meeshuu doona adduunkaa joogo suxaalisaa idama dhihi daar iyo meel hebl adduu doona masquulha ku jiro halkuu taallama adiga waa muslim baad leedahay haddaad dhihi weydana adaan muslim ahayn hawsha waxaan ku khilaafsannahay qolyaha takfiriinta u taqaana ama khawaarijta aad taqaana aad tidhaahdaan sida kooxda soomaaliyeed ee maxamuud nuur cusmaan u hogaamiyo odayga daarood warkaa ma garateen qolyo ay islaannimo muujisanaya gaalnimana aysan ku ogeynba waxay leeyihiin hee waa gaalo ilaa annagu aan ka saxno qodobaha annagii qodoba iyagoo ay wataan weligood soconayn meel lama gaadhaya kuwaas halkaasaan beri kaga nahay annagu maxaan qabnaa awxasaan iyo ciidankiisu inaad iraacdana waa waajib haddaad iraaci weydaanna cishuun la gaadhin baa diinka ka baxaysaa masaladan iyada ah masaladan iyada ma fahanta waxaan u jeeda ruux muslim ah oo islaannimo ka muuqato oodan gaalnimo ku ogeyn haddaad dhihi weydo waa muslim hee xukunkaadu waa maxay adaan muslim ahay warkaa may fahanteen warkaa si fiican u fahma haydan gaadho ruux meeshuu doona ha joogo inta yarta uu farmaajo ka taliya dhex fadhiyo Netanyahu meeshuu ku kaajay ha joogo adduunka meeshuu ugu gaalnimo badan ha joogo hawl kuu taalla ma aha magaalnimaad ku aragtaa isaga maya maxaa ka muuqda astaan islaam waa muslim ma diiday adaan muslim ahay ma wada soconaa ninka waa ninka sumad lahaa sumad wanaagsan sumadda xun kale meeshana kuwa malagood ku galay xale maxaa yidhi hebel wax malagaa galay farahan aad saa leedahay markaad indhaha iga geliso sumadda labaad waa maxay waa nimay ka muuqato sumad gaalnimo ilaahay qeyrkii buu baryahaya sana buu u sujuudayaa adhii buu qubuur u laynhayaa awliya allay adeeg buu leeyahay alliya allow ambiyaashow awliya allay ilbiyala keen buu ku hayaa may fahantan warkayga markuu cad cidda cashiqaato cirka roob laga waayo caafimaad ku yaraado asagaan cuskanay cabdiqaadir u yeedhado ku hayaa nuuraaniya u joogso jiiraaniya u joogso jeeskan xalaan ku qadnee joogso haraati jugsii buu ku leeyahay sida qolyihi ree noodistan warkoodii tii ree etoobiya iyo tii noostan baa isku kindara maxaa idin dhamma labadaa meelood baan ka warramaa wixii kale idinka ii sheegi doona almuhim nin aad gaalnimo ku aragto waa muslim haddaad tidhaahdo adaan muslim ahay horan maxaan ku soo yidhi nimaad islaannimo ku aragto oodan gaalnimo ku ogeyn hee haddaad xukum islaam siin weydo adaan muslim ahayn wadaadow nimaad gaalnimo ku aragtay gaalnimo weyn sameeyey ku hadlay ku dhaqanaya waa muslim haddaad tidhaahdo ood qiilqiil iyo cudurdaar u baadho ood meelaha wareegaysato muslim ma tihid aniga been haya sheegin intaan ayaan isku diidanahay intaana waxaan isku diidanahay wadaadaha iyo masaajidda isla ku yaalla walaa Nairobi Kenya oo dhan baan isku diidanahay
هاد فانتين بيلتها كوا سلفي ذا الشيكتان اسكو ديدنا يعني لدون كو إيمان نمان قال لما إذن كو أغين إسلام نموشسن هيا قال إسكا إلالي مد قال لما كم موقتو أيا مسلم أنا إسكا إلالي لبدا قد بها البايدون كعوني دين كاتكا قبح حساب وركو وإنو عدادو انت مياد فانتين انت هايدين عداته شيك برلي دين ان حسين هذا وتكفير يا وخارج شيكوي لبدا قد نين كان كو اركو الهن با يغفجين كرا ويلي وحان تاغنا وا قال مسلم ما ان تاغنانيا اذن كن هادا دغ خلافتان وحب ريال ريال صون ما هي هي اسك تاغا محام بي اي مكيني كرتان نيمان قال لي ما ان كو اوغي اون قالي سي مكيني كرتان شيكذا مقاحي الله فدي اسك اسك دايا نيمان قال لي ما كو اوغيون هود ان كو اسك لا لا سو هلي ميسا ان بدن باين ودا هادلي ان اس حماني وركا عاوا انو عدادو ما هو وحو يي عداتي ما دين كشكي ودي اوغاي او خمرا لو حمان جيري ودي اديركي ابي بو كقرسن جير دان يرو وي اوغايين ويلكي هبل خمر عبا ونغا داي خمر معبا شهوي وحي وتفاح ويا أبل ويا سيلو وهاي قالب كدم ب أسوق مقاحي حمار تفرد يشوبت أو كوب كشوبين يهاي يا أبيه يا ديرك وشها صوتهن تم مقاحي الصوت قاله باشين أي بربر لا أي أشوبان تاي وروح المعو السلام عليكم آب سيرت هذا عضاتي بقبل الله عضاتي مع عضات لي عضاتي مع عضات وحلو وحمري ما ده يا يدي اوكو قادوكو اوكو اوكو كا هذا يري عداتا الرضا حن مصعور يسو شيخ عبد الله وريس شيخ عبد علي شيخ عبد الله وريس اسا هو شو حقتي ظاهي المهم باشو عداتي وين عدات حن مصعور يسو ورك انو ان لا تاغن هي ان دلي ديبد بل مرايو ان قرسنين هلا بيس هو عدا حديثتا با ليدي وا وركاس واحد دينه كتبنا ما جيرتو اسا دينا نك وخي خلاف هو دين شيطان نبي محمد بأي نوغة تقي صحابة أي نوغة تقتي ورقن كالسلفك إسكا إلالية ما يسفن علماء الله ينبرك وعتبان بكسر العين المهملة عتبان مكة اللي قادنا عين كأن دبعد الله ينبال الوصد هيا وإسكان التاء المثنات وحال الربي يتاد الله بدأ دبعود لفوق أما فوق كور لقى دبعيان عفم وبعدها باء المثنات فوق عتبان عتبان بوكويلي وحديدية مركة إن عتبان تراده وإن ريبته وبعده وحاكدن بي لبعض عندنا حقا لغا سارت هذا فوق كربا لغا سارت هوس لغا مسار يا ما وبعدها باء موحدة وحاكدن بي سباء هل دبع له والخزيرتنا بالخاء المعجمة والزاي خاء دبع له يزاء بالله آخرنا إياه هي وحاوي خزيرته دقيق بضوعي يطبخ الوكريو بشحم حيد الوكريو سوق بالو إدامة هي ما يهلي باكه الرئية لغة العربية خزيرة وحوي وهلي بسيف عن لوكر شيء يو بضل لسكو إدامة ولسكو برجوي حق النصب القدريو وقوله إلى سحابه ثاب الرجال بالثاء المثلثة صدح ربيع الله أخرنا يسا أي جاءوا واي مادين واجتمعوا ونصوا أرورين وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال الصحابي وحوري قدم رسول الله رسولك إلهي أيا الله سوق علي بسبي ضد الله سوق فاشي سبي هو ضدك مرك قال يا مسلم تعلمان لقاتك هذا وحي الدنيا أنا غنائم بالي هذا وحي ضد أنا سبي بالي هذا سبايا بان لقو جمعية مرك ضد قالوا الله سوق بتوه وقعنت لقو سوق دقي بنبي كياني فإذا امرأة هويني ومن السبي ضدك الله سوق فاشي كمدة تسعى ودحر ديسا dadki la soo qabtay dhaxroori oo dhaxurdeysa kolba markay ilmo aheesho ayay ilmihi nuujineysa ilmihiidii bay weeyday ilaa meeshii waa la dagaalamay waa la kala finnaaray waa la kala yaacay wixii baa isku qulban ilmihiidii bay dadka dhaxarka weeyday caanihi baa ku taagan riwaayadka qaar caanihi baa iska lisi markay abaar joogtaan kolba ilmo yar oo aheshay afka u saari naaska oo nuujin mar dambe iyadoo daasho rafaaday iyo ilmihiidii ka dhaxeshay dadkii ee la soo qafashay tii way marka qisadu waa iqtisaarkaas ku jira id wajadad waxay heshay sabiyan ilma yar bay hesho fi sabiyad dadka la soo qafashay kamida
أخذت واقعد فألزقت وحيدة جسي ببنى بقى كقابات مركي هالشيء بيس الدوي واتقان الماء ويدا وكف كذا هالشيء هالمرة أنت كذو شيء أو سأقاطع الكل جسد. إذ وجدت صبيا في الصبي أخذته فألزقته ببطنها ألزقته يألصقته وأسكم لتشين بركة كل شيء بق فأرضعته وانوجسي فقال رسول الله نبي محمد بأمرك في رني كبرنا وحي سميسي سيقولنا حرست المه هذا سيقولهن قارنتي مركة هالشيء سيقفرح ذي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون أني إدغان إن بطن وين كسر صحيح هذا والجودي إن لقرب وخلط أترون ما في ليسانوي ما مال أتظنون بضم التاء هذا وين الجدان أنا أترون إدغان أتعتقدون بمركز سب دليس اعتقاد مسلم وظني مسوي ظني وي أترون ما في ليسان ما مال ليسان هذه المرأة هوين إذا انتظر طارحة ولدها المهد أنه يكون طوريسه في النار الضب قبرنا سيدا ياشا المهد لبو بقو كل شيء كويسة المهد أنه يضب كطور ما في ليسان بالنبي وما ملاين إسان قلنا وحام الله لا والله نبي ألو مايا وهي تقدر ألا تطرحه ورواية بخاري مسلم بوحي أغتك نوي مقرناي أقوي سيدا سيؤد سعطا قلنا لا والله وهي تقدر ألا تطرحها إلهي بأنه كدارنا ما ينبع الله كتور ميسا الضبئي النار أيضو أوود إنسا كتور مرهد دي أدود قليسان باجرة وغذي إلمي بضبك الذي كتور بلاي كاحق بضائي كويساته نبي الله بحيوعد إلهي بأنه كدارنا يقبر ناسي إلمي ضب كتور ميسا أيضو أوود كرت ضبك إنك بتباديس لا والله وهي تقدر ألا تطرحه فقال نبي حول الله ألوين أي أرحم كان حريص بدن بعبادي أدوميس وكان حريص بدن من هذه هوين إذا بولد أي نحريص ليس نحريص أي قبرنا المهد أو نحريصا وحا كان كبدا وكان حريص بدن ألوين بعباد المؤمنين يعني والرجاء إذن إلهي سبحانه وتعالى أنتم نار كابت بادين كار إنكم أكو قمامي أكو ضادن مويري أين كابت بادين إياه نبي محمد بقى اللي يجي نبي الله إله تساؤلنا حريص بحديث ضعف كجره سيأض مه ربك أدميس العذاب إياه نبي وحيدي إله النار مجي إلا من تمرد عليه مثل كريوان نقضي أو قعنتك بحسني أو أصوكن نارتك قمامي هذا هو لسيدي روح عدد حجيس أو قبطه حدي بالورها دميش تكور دبان واركي الناي إلما هذا شبه عدد كريو ذو سيدي وتثقبا وتثبى سابيني وتدد أقوي بالقرآن الآخرية إلبا قال على غيابة تفكرها أبو محضر ربطة ميل جير در أقض وحول بقص سمي مركز كريو ويد معدي كانوا ما برا لين بالله مركز دمت مركز كه جاري وحول بمك قص سميس مركز دي اللي كريو يقعد وحول بقى اللي قص سمي هذا اللي قصيد ده مركز نار بقى قوا قواحي لكن إلهي وحول بوكان حرس بدنيا لله أرحم بعباده من رحمة هذه بولد هاوي نحريس تأتني المهد أقول نحريسا وحاكبض نحريس ربك يقول نحريسا أيه الدميس هو ناقص متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق إلهي مركه أنك أبوري كتب وحكو قري في كتاب وحكو قري رواية حديثك في كتاب موضوع عنده في كتاب موضوع عنده كتاب إلهي أكتي سيئا الله حكو قري فهو كتاب كاس عنده ولا أكتيسه يا الله فوق العرش عرشك دشي سونا يا الله كتابك محقوق لكتابك محقوق يا الله إن رحمتي نحريس تيدو تغلب ويكبض أنت وانا كات كاتا غضب عرضي ده آدم محلوي غن مخلوقاتك عرضا كبضا نحريس تودا أما الرب وين رحمته سبقت وغلبت وتغلب غضبه لما خلق الله الخلق أنك رب مكو أبوري كتب وحقوق ري في كتاب بوق وحقوق ري إيه الديوان لوح محفوظك ويا الله شيقاي فهو عنده فوق العرش ما هرلك يميا الله سماوات كما يا الله عرشك كركي سونا كتابك يا الله إلى أكتيس أيو يا الله إن رحمتي نحريست أنك نحريسان أيو تغلب ويكبض أنت وينك أتكاتا غضب عرضي ده عرض ربي إيه نحريس دايس قبتان نحريست رب كفريا إنه كارغوستو إنه كون حريستو ربي وحو وحاء أبضان إيسا حقا أنا أطا إنه كون حريستو وكي حديث كابي هريرة في صحيح أحمد قرن إيسان
addoonka mu'minka hadduu ogaan lahaa ilaahay cuquubadiisa iyo cadhadiisa hadduu ogaan lahaa janna muusan damaaciyeen. gaalkuna hadduu ogaan lahaa ilaahay naxariistiisa muusan ka quustan jannadiisa. yani waxa weeye ina rabbuka la sariicu alciqaab wa innahu laghafuru raxiim. marka aada la iskaga ilaaliyo. wa fii riwaayati riwaaya kale waxaa ku yimid xadiidku uu leeyahay غلبت غضبي إن رحمتي تغلب ماشي أهيت كب بدلون غلبت غضبي نحريس ذو حكاء ذاك توكب ضنتاي عرضي ده. في رواية إن الله حين خلق الخلق كتب بيدي على نفسه كتب بيدي ملك مقر ويدا رحمتي تغلب غضبي إن رحمتي غلبت غضبي إلهي باقي عن سكو قري اللوين كو قري ملك مقر هاي قلم مقر هاي الله قري حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه أصلا أسكو واجبي إليه كتب على نفسه الرحمة سورة أنعام وذكر النساء. وفي رواية سبقت غضبي وحي كهر مرئيسا عرض إذا سبقت سبق من بمعنى غلب النغضة مرنا بمعنى التقدم بالنغضة لا معنى باسم الدي ذي تا معنى ذو مركو حكو جر رجابة كجرة إلهي نحديث وواسع وحو البو خير رب كفره حقا أنها يسدقان للددان متفق عليه. وعنه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال صحابي وحوري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول كلاه لبان مقلي جعل الله الرحمه نحريس ربي حكدغي 100 جزء بقول قيبوت بقول قبل بو كدغي فامسك رب الهي وحو حنبو ريبي عنده اكتيسه او كد كريبي 99 سغاشن سغال قيبوت نحريستي الهي او قيب بقول سأحفها أنت وي ومثال تقريبي عند أهل العلم إلى أن نحرس أنت وكبر أنت هاي لكن نحرس خاصة الله قلت لك له ويقولك إلا قلنا نحرس إيه ماها جملة رحمة الله ما بقول كان نحرس بقول إسلام كذلك هل قيبا أدون كذن إيه مخلوقات رم بس كون نحرس من ملك وجن وإنس وبهائم ووحش إذا سقاشن يسقال باب مقن ومالك قيامه يجنا الله كلا بحدونا. وأنزل الرب حسودتي في الأرض الأولى وحوكاني جزءا واحدا هل قبل بوكاني فمن ذلك من تطيع ديجة سبية دوية أما تعليلية هذه جرتين فمن ذلك الجزء فبسبب ذلك الجزء هل كا قبل درتي يعدونك الله كاني أي يتراحم الخلائق أنك سكون حريستان وحق أن يكون حريص أما يكون دنقاضه هذا مسألة هذه اللي يستوى دب يرلا شيوه أو نين مسلم أو دب لو شيوه وهو دنقان إنسان وأن حريص إنسان نيك وحي وتاجي نيك وحب الله نقاضة نين هوس تكد دعية إلهه نيك كرب هذا كف يدي هذا نحريص تاس محيوا محقيقة تمت قبل كاير كغيب كمدوي هل كا قبل غيب كمدة حيوانات كاس كون حريصا هو يو حقركي نف حولا أو علمي سمو كل بحكوس يدروه كده قال له بس قد من سو دفاعي ودقائقين يكون المنرايد هذا هشبا ويريحي سعيبا جيسك لسو بودي لحظة بهرديب باللابي نفت ذبا يكون خماري وانا حريس إلما هو هايس هو يدي أضيق ربك كوكا بتين نفت هايس عروتها سيكون حريسا كان من لا أكتو كرم يوقف المرجع أهل النار إيه لكن وحيدي كوان حسين يا لا كوان نحريس بقوها يسع عروتها كان ويبكسر مرتيبة ومن صباب يقول غفر مرجع وعلي لما ستات كوانا اون حريصا نيسا وحاصدا من رحمه الله جزء قبل كايرك اوي سغاشين سغال قيب مرك لك انا اخر محمد مودهاتي نول با ادونك وحكا وين بار ربي سينيا حتى ترفع الدابه الى اي نيفك حيوانك قوبك سكر اوغا قاده حتى ترفع الدابه دابه ووحي تكوبه حيوانك دنبا لو جيدا حافرها قوب كيدا عن ولدها المهد كور اوغا قاد كو استاغي ميس اديغا سولك كو مروجين و كو استاغي لكن المهد وي كا قادي كو دحي ميس كو استاغي ميس انو حنون سدا اما جبا اما ديب غاري كا بقيسا خشيه ان تصيبه بقيده كا بقيسو ان اي كو استاغتو ديباتو او غيساتو وحيوان ما يرانا ما لا يعقل مخا كيناي نحريسه الله كو ابوري الهي با غليي احد ولبو نحريسته سؤاله ويقانا وصفاتيين منزهين ومثبتين إلهي هو نحريستاي من نحي كلي إلهي هو نحريستاي من نحو
وافقه عقائديين وي صفة النقص بماشا كسارين صفة كمال الله ويسوقها يعني نحذين توا صفة نقص نحذين توا ووحل وليدنان وي وليدنان أما نحريسته وخلق وناكسا إذا خلق وناس ربه أسوقها يعني كيف حمانا وكان فينا يعني ربه نحريستاي من حيكولي وفي رواية الرواية لو حاكسوا حديثك ولا إن الله تعالى إن لله تعالى إلهي وحولي هاي وربوا هذه مئة رحمة بقول نحريس أنزل وحسودجي منها بقول كحكسودجي رحمة واحدة هل نحريس بين الجن جنك دحذيس والإنس آدمها دحذيس والبهائم ميرانك جمع بهيمة وكل حيوان لا يعقل ولا يميز البهائم جمع بهيمة وكل حيوان لا يميز نولك استون عقل لهيم بهيمة الليلة هذا بهيمة والله جمعية ميران يعدود يسكد المجاهدين بان أنا وسكد أنا والهوام يحشرات كعيان كحمارة هذا ضلاجة وحاصلا بهوام الليلة هذا جمع هامة هامة وعيان كعيبة حمارة دحرجة كبشان كذلان كشيق شيق لها دندن لها وحيوان نوع درنديرتا وحاصل هوام حي وهوام كوي وحي سيقور رنبا فبها هل كان حديث السبب كيد فمن ذلك الجزء بين المعنى فبها من تهور التعليلية ذهيد بيبادنا الله السبيد الله متاي فبها اي فبسببها هل كان حديث درتيد يتعاطفون اسكوكو دنقضان انس يجن اي حيوانات اي حمارة رنبا وبها بسببها بيتراحمون اسكوكو نحريستان وبها بسببها نحريستا كلية درت يدبا يعطف الوحش دواقه وحش ودواقه انت بدا دواقه محلوية قالنا انه بهل يهو عنوه نحريس لاوية هاي اسوه هاو غارصده الميسو نحريسان ايا نحريس باكو جرتا انه يستاقي يقيلي زي معيها الله يابد ايدو سيداتو نحريسان ايا هذا هو حال ارقا دواقه لدواقه اللي باحا ايو هرم عدك ايو موغ شبالك ايو شبالك ايو وحكاد الدوبة لماذا الله كله حدعي لقسي أما باشا لحالوين تلا إلا ذا فرابطان إذا ركتين المير بالله ذاك عرّيسا حلو ما هي وسكو وضنب وبدين با قوش با الدفاعي وما المرد وضن إلا وقاتوا نفضعه إلا إذا منه شين كرتو ضاقنا موسى قارن لبحيك ليك الدفاعي ونوق إلا عني الديدي ويدفاعيس نحريس با وقبطي شبال وحضاركي دانييركي هو يدع عنو يلمه يراو قيت كده جنبو أركي وميتكي وعنها مدح يكل الله هذا مرقص واردين هيا المي يركع دان يركع أبو واردين هو يدنا وود لي حتى من كود لو عنو هاي ون حريست من كوار كي المي هو يدنا كل جم ميت كي دي هو يدنا مع عن كي رانا صور هو قرن لايح جد صار حق اللمر حق اللمر ودفاع يا هري هبي ودبة تاجية حيوان كذا كذي نحريس بقى كجرتا وحن باهي على فربي وقليه ما يودن قنيا ون حريسنيا فبها نحريستا إلى رسول دجي درت يدبا تعطف الوحش دقاقو أقول نحريستا على أقول دنقدا على ولد أبد كيده وأخر الله إلى وحدب أدقي تعالى كرايا 99 رحمة سقاشن يسقال رحمدوت يرحم بها وحوق نحريستا سقاشن يسقال كاس عباده مؤمنين تيس يوم القيامة مالك آخر هل كاس نحريس بعد قال يا مسلم يا عدود يا دقاق يا مجاهدين يا شمبرو يا حمارتي يا حيوان رم بس يكون حريصنا يا وحن حريص دونك تعالى إذا ركت وهل قيب سقاشين سقال قيبود بار رب آخره كن حريصنا يا وكون حريصنا يا تذكر أهل الجنة أهل خير كإله نقدر أزكى أولا متفق عليه ورواه مسلم بحديث كوري أيضا كن نقول من رواية سلمان الفارسي لابد إمام بحديث كوحي كوريان من حديث أبي هريرة لكن مسلم وحول الدرية بخاري إن حتى سلمان الفارس بحديث كوريان قال سلمان وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى إله حوى هذا مئة رحمة بقول نحريس فمنها وحاكم إذا بقول كاسي رحمة هل نحريسه يتراحم بها الخلق أونك اسكوون نحريس تبينهم لحظه اسكوون دنقضان وتسعون ليوم القيامة سقاشن السقال لو حيوا هات مالك قيامة إمام ريسا تيهور كدر بقول بآخر يا شقيرس بقول نحريس ودوس ليك بإله أونك سوق نحريس سنية نحريس أنت لقى يدو تال نينك كنا رجلها ديوان أسوق أيان درن أو خير درن أو سوء اللي يلا جرن وعي وإله كبن شوقه عري كل أمتي يدخلون الجنة إلا
من أبى من أبى وزقرته. وفي رواية رواية الوحاكيم إن الله تبارك وتعالى خلق ربي وحو أبوري يوم خلق السماوات والأرض مالك أبوري عريض ربي وحو أبوري مئة رحمة بقول نحريس مالك إلهي عريض أبوري أيو ربي وحو أبوري بقول نحريس وكالي كل رحمة هل كن نحريس وحو لغانتا طباق ما بين السماء إلى الأرض هل كن نحريس وحيب بحسا عريض ربي بحسا هدي لميزام لها أمل بيغ لها سمد تضباط إلى أردل كانت تجني بحنيسة هل كن نحريس ببحنيس كل رحمة النحريس كستا طباق ما بين السماء والأرض إلى الأرض عري أردل أنت كرد حيسي الدبو شاوي أي بحسة فجعل رب حوية إلي منها أي من مئة رحمة بقول كن نحريس وحوكي إلي في الأرض الأولى رحمة هل نحريس بوكاني فبها نحريس تأوجد بيتعطف الوالدة هو يدعو قدن قطا على والدة المهدي والوحش دقاقنا قدن قطا يو الطير شمبره وحد دولة بعضها بركز على بعض بركلي وحش اسكو نحريس توي شمبرها قاركود حيوان كقاركود بيدفعان إلاليات قيد كسك سارين هاي اللي بحث عقب قيلها يا لقضة إيو عدودة كلية قرنوكت إيو بعيد كي عوش ماشا داقية دائرة إيو ورددا باش يغير روامدهان وحاصدن بيا يا ياعي وديغه هيا بالكان سوورد انو وخلاينو بلايي هي وديغه هيا بوليدا شبرا قال مسكي كاغا دغي ابيسدا سوسخي كاغا دغي مرنع في بي كو غين مل مره لي بخمل فدي عول بي كو غين ولي بي انتو رين مالينكا او ريس وخي كو غين مل بي كو غين ملبكو مركا اي كو غيسد جبسدا دال خوتور ويدو او غوسكي دال ملخ هي سين ويدو مالينكا دم لي بخي كو غين وكخاي إنه كار قصة تربتة، إلا إني وحلا ترى متيدي، بقوله دوا لو ده شيء وش قيسه، لكن أظن دبوا جيسن أما أن قادني مركو أورس جوجل مثل اللي بحي عل، ملعب يكوج مال ملعب له، ملعب كات جبساني ما كات جبسته، وديلك بحسته، هو جوز كوب دادي، دل ما حاسين أنت سيدو كفلان، هذا هو حلو لكن سكو قاطته، ما أن قد أنت كورب دبولي خير شيء سأقوله غاي، اللي بح مال فدي عربي كوجينيس. أدي أرك إسبرتي كل هذا بقولي كاتك دوش. فإذا كان يوم القيامة مالك قيامك إلا جاره والله يقرميك بولي بعد شمرت والله يقنا إن كان قلنا سيقول تلا. فإذا كان يوم القيامة مالك قيامك إلا جاره أكملها أكملها سجاشن يسجالك ربي وحقوله ما يسرها يا بهذه الرحمة نحريستي واحدة دايت سجاشن يسجال هل قدر بقول بوحده بقول كان حارسود بارب أدومي سوون راسن كل رقم هاي مالك قيامه وعنه عن أبي هريرة صومام مسوي صحابي كلوها سلمان مس أبي هريرة أبي هريرة وهي حديثك وعن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عين النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه فيما يحكي الرسول يحكي النبي يحكي فاعل كذا وصوبنا عليه الصلاة والسلام حديث النبي وكوني عن ربي ربك تبارك وتعالى قال النبي قال إلهي وحيدي أذنب عبد ذنبا إلهي نحرس أفرس أذنب عبد ذنبا الضنبا ذنبابي الذنب كدعي الضنبا معصية كدعي فقال وحيدي اللهم اغفر لي ذنبي إله ذنبك إضاف فقال الله تبارك وتعالى إلهي وحيدي هدنا أذنب عبدي ذنبا مكو اللهم اغفر الذنب ذنب كو دعاي ويسغرانيا ان الذنب ما حمي وها حم بدن سومالدو هي ان توبت كيني واي ان الذنب ما حمو وبرادن بابلوي بشر بالوي لكن معن ان اسغران ويدو توبت كيني ويدو تاسابعن مركو ادونك اللهم اغفر لي ذنبي الهي وحورن هيا الهي هوشا سو بوغايا الهي ويد مداف الهي واكو فرحايا واجعل هي أذنب عبدي ذنبا أظن كي ذنبي بو ذنبابي معصيه كل عي وحمام فلي فعلم وحور أقي اعتقاد سياي أن له رب يغفر الذنب إنه ليه الرب ذنوب تضعفة مركز يقص عرري ويأخذ بالذنب ذنب أنا كجو استودت كقبطة من يعمل سوءا يجزى به إنه إلهي رب إلهي ليه أو ربي ليه الذنب قدافة هذو دون أدونك كقبت أي أجاذي إلهي ورافي ومعنه
ثم عاد مركز كل ابتدانا مر لبعض فاذنب ودنب بعضك دمك وكتبت قعدك وكل ابت اما كل سمي فقال اي رب اي يا رب الرب اغفر لي ذنبي الى ودنبك يداف فقال الله تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له رب هو قادر ربي ليه يغفر ذنب ذنبك دافا ويأخذ بالذنب ذنب أدونك كقبط كل حساب تمن أنتو دونه قد غفرت لعبدي أدونك يقوان ودافي أنتو ذنب يكون دعاهي حقنا التوبات كيان هاي وأوداف فليفعل هسا ما يوم ما شاء وحد دونه أنتو ذنب يكون دعاهي حقنا وكتوبات كيان هاي نحريس تيدا واي ما هي متفق معنو معها دروب تقلا معها يا وام هاي بن آدم بطو كارد عايا ننزل فوحلويلي كتاب القرآن كان أخريه يوري ننتابع كيوري كتاب القرآن كان أخريه أحدنا محمد بن طبق طبق علي ولي ما أرك برمل إلهي الدنيا كو أمان هاي أما رسولك كو أمان ما يكون عظيم وحيد أيوة الله أمانين يا بلاكير لا أي هاي هذه الله أمان ما هي سمين لهاي بن آدم سوق الدنيا الله عم باري الله دلعي أو الله دري أو حل بالوش يا بلاك في كل أي هاي ويسكو دغ نبه يانو كو واشيري هدي لو امان محمد مودا وقاعده الشريعه شيء غريزي ابن ادم كو فطرتي سي عقلي سي مسخيسه كو دوبر او جعل ياهي اي وازع طبعي او جيده لو ما امانو كاده عبير صحرا عون لو قورن ماي شيء فطرتاده اي طبيعتاده اي كو ديديس اما اي كو سو جيديسو لوتي سمير لغورن ماي دان لغورن ماي ماي يلي او وازع الطبع باكو ديدي شرع لكم مالك الحار سحرضي عن العن ما ركتي ماي ترى طبع ابن ادم كابت ديد هاي اذن كابن اذن كاذيا لعب المغلي ميس وحيا بها نفطو تشعشي كور دي سحن بلغا علنيا وحيا بها حن نفطو اي كاد دي سوس اوغلين dida da ay ka didiba lo tala sarto lugu deynaya adduunyadu waa shay naftu ay jaceeshay oo iyada ka daba ordu lagaaba karimaayo loogu darimaayo marka ku sii socda la dhimaayo in laga hay loo diido laga fiijiyo mooyeen laga dhigimo dhuru meeshu doonay usho loogu dhuftay macnaheas meesha ku jira idan falyafal ma shawa mahay wa nah ilahi naxrisine balaarantahay oo mar walba dambi ku dhacday ilahi ka toobad aqbalayo laguna soo dhaweyn baa looga jeeda ee ma aha كله فلي حاران تين نجاس توش ما اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون بصير أو كلوي لأن كان مكلا غفيري وقوله متفق عليه وقوله تعالى أولي فليفعل ما شاء أي ما دام يفعل هكذا ما دام يفعل هكذا أنتو سيدا يلي وما حي واسدة أنتو الدم بكل عهيو هذا نهر بأكوه رح يياه وإذا فقولي هاي يذنب ودنبابي ويطوب وتوبت كينا يا أغفر له وأودم دافا يا بلغوضه فإن التوبة تهدم ما قبل التوبة وحد مسويحك الرية معاصية وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده بنبي قيري الله نفتيد وقعنت سأي كجرتان كدارتي لو لم تذنب هديدا دنباب لهي لذهب الله لذهب لذهب ذهب الله ذهب الله بكم إله وإذن باب إن لها رب وإذن لتقل معي وإذا هلاق لها هذين دنبابين رب وائدين هلاقي لها وجاء بقوم أمضوا كنسن لها وأبور لها يذنبون الذنبابة فيستغفر الله إله دنب داف ويدس تعالى فيغفر لهم وغردها فرواه مسلم لماذا حديث كم لماذا معنو إذن كبها هي قاعدة اللي إلى ذوي قاعدة وحاجرتا اسكفطرية وعقلية الملزوم بدون لازم هو مستحيل شيغو شيغو كدلن هيا دين لهلو اسغ ان لا واي وا مستحيل الا وين سبحانه وتعالى وحو جعل يحي توبه ددك مسلمين تدنبابه بني ادم كدنبابه انو كتب اقبل وجعل يحي توبه كو فرحايا ربي وحو جعل يحي انو ضاف دنبغا وحو جعل يحي عافيغا اذا ربي هدو انو عافيغا جعل يحي او دنب ضافك جعل يحي او توبه جعل يحي ولي كو فرحايو ربي وحو جعلا وين لهلو أدون دنبابة وإله الدنب وقضافه وين لهلو
أدون دمبابه توبت كينا أو إلهي توبت سوء كفر حوائن لهيله أدون خلدما أو الله يعفي هذا أو ربي يعفي وين لهيله إلهي عفي كتعليه توبت كتعليه وكفر حايا دمباف كتعليه. إذن هذا هو وملزومك لازم سواء محي وأين معفو يا مغفور له يا تائب لهلوه وين الذنوب دعوه صفاتك ربك وناكسنا ماشي كبح ما يضع ماشي كبح يوم دي صفاتك ربك أدوه هوشا لقاوه ربك يكون بدلي أضمه إله نعفده ربي أبو ريا معناها سلوجي ده. طيب سأفهم معنا وحكى لهم ماشي يلا ماشي متشور. وعن أبي أيوب حديث كان لم يتكن راعي أنت هل كحديث أنك تدره. وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال صحابي وحوري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول القرآن مقلي لولا أنكم تذنبون هديدا دمبابين هديدا دمبابين لخلق الله خلقا يذنبون إلى وحو أبور لأون دمبابة فيستغفرون دمبداف إله ويديسته فيغفر لهم ودافر رواه مسلم محايا إلى رواية مسلم بعض ذلك هيد لو أنكم لم يكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها الله. إذن وحاسكو حلون ويسفضا ربك سبحانه وتعالى عفوك يا مغفرة يا محبة يا فرح وطوضة دونك كفر حايا وملزوم لوازم بيليه هاي ضدك هوشا أي كدع أي سئ الله نافلا وإن لهيله عفو إنه ربي كقم إيو غفران يا مغفرة كقم يا محبة يا فرح هوش الغفر حلها إلا نافلا لو صورة قلماء هذا دنبابين ما استعيشن هوشان تذكر هوشان استعيشن لكينا ياوي والله سبحانه وتعالى علم.